يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتب الله لكم تحتمل كتب كتابة قدرية، أي هي لكم، شئتم أبيتم هي لكم، أو كتابة شرعية، أي أوجبها لكم. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، أي أوجب عليكم الصيام. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي فرضنا. وهنا ندخل الأرض المقدسة، كتب الله لكم أي أمركم أن تدخلوها، ولكم تؤيد أنها الكتابة القدرية وتحتمل أن الكتابة الشرعية. طيب، في نهاية هذه الآيات نجد أن الله تبارك قال فإنها محرمة عليهم، فكيف يكون كتبها لهم وفي الوقت ذاته يقول فإنها محرمة عليهم؟ قال أهل العلم كتبها لهم إن استقاموا، وإن أطاعوا فقد كتبها لهم، لكن إن انحرفوا كما هو الواقع وانصرفوا عن طاعة الله تبارك فليسوا أهلا لها. هذا القول. القول الثاني، التي كتب الله لكم أي بني إسرائيل، وليس المجموعة هذه التي أدركت موسى أو الذين خاطبهم موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما لبني إسرائيل، إن لم تكن هذه المجموعة فالمجموعة التي تأتي بعدها، وكان كذلك. فالقصد إذن قول الله تبارك وتعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أوجبها أن تكون لكم، أو أوجب عليكم أن تدخلوها.